السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة زهرة شانيل مع وصفة جديدة. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. واليوم إن شاء الله غادي نوجد معاكم واحد الكيك، كيك بالكريمة وبالسويلة البطيخ، كيجي زوين بزاف في الشكل تاعو، في المذاق ديالو زوين. وخليكم معايا، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش تخلوا لي لايك والتعليقات الى عجبكم الفيديو. ونخليكم مع المقادير والطريقه التحضير. في مكونات الجينواز غادي نحتاجوا لبعض البيضات، واحد الخماره، واحد فاني، 120 غرام ديال سنيده، 120 غرام ديال الدقيق. كناخذوا البيض كنهرسوه، كنضيفوا ليه فاني، ونضيفوا سنيدة، نطغبوا هاد المكونات مزيان بالطغاب الكهربائي حتى يضاعف لينا الحجم ديال الخليط. من بعد ما طغبنا الخليط مزيان وضعف الحجم ديالو وتبدل اللون تاعو رجع ابيض، كناخدو صفايه كنحطو فيها الدقيق وخماره، ونبداو نضيفو في الدقيق شويه بشويه، وحنا كنخلطو من التحت للفوق وبشويه باش ما يهبطش لينا هذاك الخليط ديال البيض. نحاولوا نوصلوا للاسفل ديال الاناء باش ما يبقاش لينا الدقيق مجموع فيه. وغنكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الدقيق اللي عندي. انا غير صغيت الفيديو، ناخدمو بشويه كناخدو صينية الفرن كنفرشو فيها ورق الطبخ وكنخوو فيها الخليط، كنخووه بشويه ونقدوه مزيان.
صافي كندخلوها للفران اللي يكون سخون من قبل، كنشعلو عليها لتحت حتى طيب ونشعلو فوق دغيا، كطيب ما كتاخدش وقت طويل. وهالجينواز ديالنا طاب دغيا كيطيب ما كياخدش وقت طويل. هنا غادي نعصر عصير ديال الليمون باش نسقي بيه الجينواز. كناخدو الجينواز كنقسموها على 3، هنا عندي كريم شونتيه سبق لي حطيت لكم الطريقه ديالو، غنخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. وعندي هنايا البطيخ مقطع على شكل دوائر، غنستعمله في التزيين ديال الكيك. وفي الوسط ديال الكيك غادي نستعمل بطيخ مقطع على شكل مربعات كما كتشوفوا. كناخدو الطبقة الأولى كنسقوها مزيان بعصير الليمون، فوق منها الكريم شونتيه على الشكل اللي كتشوفوا. من بعد نضيفه من فوق الكريم شويه من داك البطيخ اللي مقطعينه مربعات صغار، ونفس الشيء بالنسبة للطبقة الثانية. كنحطوها من فوق الطبقة الأولى، كنسقيوها بعصير الليمون وكنضيفو ليها الكريمة والقطع ديال البطيخ، وكنحطو من فوق منها الطبقة الثالثة ونفس الشيء كنسقيوها بعصير الليمون. من بعد ما سقينا الطبقة الثالثة بعصير الليمون كندهنوها بالكريم شونتيه. وكنحطو من فوق منه دوك الدوائر ديال البطيخ. وكنزينوها بالكريم شونتيه على الشكل اللي كتشوفوا، كندخلوها الثلاجة نخليوها تبرد ونقدموها بالصحة والراحة. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديال اليوم، كيك بالكريم شونتيه والبطيخ. كيجي زوين بزاف في المنظر ديالو، حتى المذاق ديالو زوين بزاف، كيستحق انكم تجربوه، سهل وبسيط. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء والاحباب، وما تنساوش تخلو لي لايك والتعليقات، واللي اول مره كيزور القناه ما تنساش الاشتراك. ومرحبا بكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.